ستيفانيا عطلة هو نجاح مسلسل كريستال، واخيرا فينا نقول اخذت ستيفاني دور المنشود. تعتبري هالقد دور مهم؟ أكيد. هو نقطه تحول بحياتك؟ اكيد اكيد، انا كثير مبسوطه، كثير فخوره، وصراحه بدي اشكر ام بي سي وساره دبوس وكل مين يعني اختارني لهذا الدور، لانه دور حلو. دور في كثير عالم بيسالوني بتعتبريه دور العمر؟ اي واي نوت، يعني دور فيه تعقيدات كفايه وكبر كفايه انه يكون عم بيفرجينا على حقيقتي كممثله، وهيدا فرصه كثير 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 حلوه، وكثير مبسوطه بردود الفعل. يعني هلا بس فوت على شاهد وشوف توب 1 بيكبر قلبي. بعدنا توب 1 في قد ايه بتشبهك؟ هلا انا لابسه حلقه شمس تنشوف التناقض. هلا في انا بحسها ما بتشبهني، بس عائلتي ورفقاتي شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لي لا ستيف، في كثير من شخصيتك بفي، وبفهمهم، يعني بفهم انه هال يمكن هالعفويه اللي عندها اياها، صح، وهالطيبه وهالاهميه اللي عندها اياها لعائلتها، انا هول ايام عندي اياهم نفسهم، يعني يمكن ايام في انا بعيشهم بحياتي كستيفانيا، بس تصرفاتها بالاجمال ما كثير بوافق الرأي فيهم. يعني أنا حدا ما بسكت هالقد، يعني إذا انظلمت مرة مرتين بغض النظر وبسامح، يمكن ويمكن بنسى بلا ما سامح، بس على القليلة ما بعمل مشكل، يعني أنا حدا رواق. نعم. بس إذا حدا أذاني مرة مرتين ثلاثة وعشرة خلص لوين يعني. في بتسامح يعني. اي افضل، انت ولا في انك تسامحي او انك اكيد مهم الواحد يسامح يعني، بس المواجهه بمطارح او اخذ الحق. اخذ الحق مزبوط، يعني يمكن هالكلمه الصح، اخذ الحق. ثنائيتك انت والنجم السوري محمود نصر يعني عملت هيك هالضجه الكبيره، هل كسبتي محمود نصر كصديق او بزميل؟ لا انا بعتبره صديق للصراحه. اصدقاء انتو؟ ايه. هلا نحن في فرق بين انه اصدقاء وتقدري تشوفيهم كل يوم. نعم. وبين انه اصدقاء يعني كنا كل واحد ببلد وعم نشتغل، بس اكيد باركنا لبعض، وبعثت له فيديو على عيده كمان احتفلنا. بالعكس انا كثير بحبه، تعرفت عليه بهذا العمل شخصيا، ما كنت بعرفه قبل. وهو حدا محب ومعطاء يعني بالعمل وبرا كمان. خبرينا شيء عن محمود ما بنعرفه، انا بعرفه شخصيا هو فنان مثقف وخلوق ومحترم كثير، غير انه وسيم، يعني شاب وسيم اكيد. شو اللي ما بنعرفه عن محمود؟ شو ما بتعرفي عن محمود غير انه كل الكره الارضيه بدها اياني اتجوز دكتور جواد حاليا؟ غير هالمعلومه. يعني انا في شيء مضحك، انه كنت قاعده بمطعم مع حبيبي، واجا مسيو من ورانا من بعيد نكزني. كنت قاعده مع حبيبي؟ ايه، يعني شوف. نعم. الموقف. اوكي. واجا مسيو من بعيد نكزني، قال لي سوري بس مدام تقعدي هونيك، ودلني على المدام، قال لي بس بتطلب منك تتجوزي دكتور جواد.